السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة زهرة الكاميليا. إن شاء الله هعمل معاكم فستان العيد. كل سنة وانتم طيبين. كنا عملنا مع بعض التوكة دي، التوك دي. لو أول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله، وتقولي لي بتتابعيني من أي بلد. نبدأ على بركة الله. الأدوات المستخدمة هستخدم مقص، وهستخدم إبرة تنظيف، وهستخدم إبرة 3.5، وأنا هستخدم خيط برنسس التلات ألوان دول. تمام. لطريقة عمل الفستان أنا هحتاج 10 مربعات. المربع ده لو انت هتعملي مقاس صغير طبعا بنيجي يعني بنتزايد أكتر من كده، يعني في الأدوار بتاعتنا. لو هتعملي مقاس كبير، لو انت هتعملي يعني مقاس أكبر بتعملي أكتر من 10 مربعات. أنا هعمل 3 للصدر و3 للظهر و4 للكتاف. فأنا هبدأ على بركة الله كده الدايرة السحرية بتاعتي. تمام. جيب إبرتي وشد الخيط، وبعدين ارتفع سلسلتين، ودول ما بحسبهمش عمود. تمام. وبعمل 12 عمود جوه الدايرة. 12 عمود. قلنا بنعمل العمود ازاي؟ بنلف الخيط على الابرة وندخل ابرتنا في الدايرة كده، ونشد الخيط معايا 3 على الابرة. بطلع الف الخيط واطلع من 2، والف الخيط واطلع من 2. هعمل 12 عمود وارجع لكم. هو انا عملت منه الدايرة، واقفل الدايرة بتاعتي معايا 12 عمود. هعمل ايه؟ هقفل في اول عمود، هسيب السلسلتين اللي ارتفعتهم دول واقفل في اول عمود انا ارتفعته. يعني انا اشتغلت ايه 12 عمود. بعدين اعمل غرزة سحب وارتفع سلسلة واقطع الخيط ده بقى خلاص بخيط البداية كده. تمام. عشان ايه؟ ما يفكش مننا. وهقص الخيط. انا هعمل الراوند اللي بعده، يعني الدور اللي بعده. فهعمل ايه؟ مش خلاص انا نهيت هنا الشغل بتاعي، هعمل من عند النهايه بقى خلاص اهيت ماشي. هاجي كده مش هبدا بقى من السلسله كده، مش هخش في حرف الفي، انا هخش ما بين العمودين دول الخيط الابيض بتاعي ده كده، وهرتفع 3 سلاسل بمثابه عمود. بعدين الف الخيط على الابره واعمل كمان عمودين. تمام اهو. بعدين اشد الخيط بتاعي كده واسيب الفتلة كده، وهعمل غرزة كلاستر. احط ابرتي كده في اول عمود او الغرزة من العمود ده، واشد الخيط كده، وبعدين ارتفع سلسلتين. بعدين اروح على العمود اللي بعده اللي هو ما بين العمودين، مش بشتغل في حرف الفي ده، انا بشتغل ما بين العمودين اهو. تمام. باخد الخيط بتاعي كده اهو، واعمل 3 اعمدة، واعمل تاني غرزة كلاستر او غرزة فشارة زي ما احنا متعودين. شد الخيط كده، سيب الحلقة وخش في اول عمود كده، في اول حلقة من العمود، وشد الخيط كده من ورا الايه 3 اعمدة، وارتفع 3 سلسلتين. بعدين اروح على العمود اللي بعده اعمل نفس الكلام غرزة كلاستر كده. ودي الايه الـ12، يعني انا هعمل 12 غرزة كلاستر بالشكل ده. بعدين ارتفع سلسلتين واقفل هنا كده في اول حلقة هنا كده اهي. بعدين سلسلة وبقص الخيط بتاعي، بقت معايا بالشكل ده. تمام. هنجيب بقى اللون اللي بعده. لا هبدأ اسس بقى مربع الجراني بتاعي. فهخش في اي حلقة كده، مش الحلقة اللي نهيت عندها، هخش في اي حلقة من الحلقات كده واسحب الخيط ايه اللون اللي انا عايزاه.
كده ارتفعت كده 3 سلاسل، ارتفع 3 سلاسل كده، بعدين اعمل عمودين يبقى معايا 3 أعمدة، بعدين بشتغل ما بين الكلاستر دي والكلاستر دي، هشتغل 3 أعمدة كمان، الكلاستر دي والكلاستر دي بشتغل 3 أعمدة، بعدين 3 أعمدة، 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة في نفس المكان عشان نكون المربع، 3 أعمدة في نفس المكان، 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، وبعدين هشتغل 1 2 3 في الكلاستر اللي بعدها، 1 2 3 وبعدين هعمل المروحة بتاعتي مكونة من 3 أعمدة ما بينهم سلسلتين، 3 أعمدة، اللي بعدها 3 أعمدة، وبعدين أكون البتلة التالتة جنب اللي هو التالت، بالتالت عبارة عن 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، اشتغل بقى 3 أعمدة، أنا كونت الجنب التالت، عايزة بقى الجنب الرابع عشان هيبقى مربع الجيراني، بنكون مربع الجيراني، هشتغل في غرزة الكلاستر دي 3 أعمدة كمان، وبعدين اعمل في الغرزة الاخيرة دي اللي هي ما بينها دي، اعمل الجنب الرابع اللي هو عبارة عن 3 أعمدة، سلسلتين، منزلقة في اول عمود اشتغلته كده، بقى معايا مربع اهو، اشتغل بقى عليه كده، اللون ده انا مش عايزاه فهقطع الخيط، اعمل ايه، اجيب كده، مش شرط ان انا مثلا نهيت هنا اشتغل هنا، اشتغل هنا كده 3 أعمدة، وابقى واخدة الخيط ده تحت الشغل اللي انا نهيت بيه اهو باللون ده، وهنا 3 أعمدة، وبعدين اجي على المروحة دي في المنتصف في السلسلتين اللي عملتهم، هشتغل هنا كده، هشتغل مروحة زيها 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة في كل جنب، سلسلتين، 3 أعمدة، خلي بالك ما تنقصيش في الأعمدة بتاع المروحة دي عشان احنا بنشبك مربعات، يعني بنشبك المربعات في بعضها، فمحتاجين الغرز تبقى زي بعضها كده اهي، بعدين هعمل 2 3 كده، بعدين 3 أعمدة، بعدين في المروحة دي هعمل الجنب ده زي الجنب ده، لأن احنا بنعمل مربع، فأنا هعمل في المنتصف هنا هعمل 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، أربع أجناب أهو، بعدين هعمل هنا
ناقص واحدة، فأنا هعملها أهو 3 أعمدة، وبعدين هقفل في أول عمود من هنا. طبعا أنا هعمل كمان دور، أنت لو هتعملي مقاس صغير هتعملي 3 مربعات من ده، هتقفي لحد هنا. لو لمقاس أكبر هتزودي، لو مقاس أكبر هتزودي، تمام. فأنا هعمل ده المقاس كبير، فهكمل بس هعمل منزلقة كده لحد ما اجي للمنتصف هنا كده، لان هشتغل ما بين الغرزة الجراني دي، تمام. فهرتفع 3 سلاسل، وبعدين هعمل 3 أعمدة مكان كل 3 أعمدة ما بينهم كده غرزة جراني، بعدين اعمل في البتة في غرزة المروحة دي نفس الشغل. احنا عملنا غرزة جراني، غرزة جراني مكان السنتر ده، عملنا البتلة بتاعتنا غرزة المروحة، غرزة جراني، غرزة جراني، 4 غرز جراني. وبعدين عملنا الجنب ده، وبعدين عملنا الجراني، وبعدين الجنب ده. يعني في البتلة دي بنعملها زي ما هي كده، 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، تمام. والمربع بقى معانا بالشكل ده. فاحنا يعني هنعمل من ده كام مربع؟ هنعمل 10 مربعات للفستان، 3 للوش و3 للظهر و4 للكمام. انا هقفل بقى كده، خلاص كده خلص معايا المربع. انا هعمل منزلقة في اول عمود. انا شبكت كده. نشبك المربع ازاي؟ احنا عايزين 3 للظهر و3 للايه، ودي 2 في الظهر. بنشبك المربع ازاي؟ هنجيب المربع الظهر للظهر كده اهو، ووش التاني اهو، احنا بنحط الظهر كده في الظهر. وهنوصل ازاي؟ هنجيب وهنيجي هنا، ملناش دعوة بالسلسلتين دول ولا السلسلتين اللي قصاده. انا هاجي كده في الباك لوب بتاع العمود الاولاني من الناحية دي اهو، وهاخد الفرونت لوب الاولانية من هنا في حرف الفي اللي هو العمود الاولاني من هنا، يعني الغرزتين اللي قصاد كده، وهسحب الخيط الحلقتين اللي جنب بعض، تمام. بعدين اعمل سلسلة، بعدين اجي غرزة قصاد غرزة كده، منتصف حرف الفي والتانية في ايه، حرف الفي التاني اهو، واعمل غرزة سحب اللي هي المنزلقة. باخد الحلقة دي قصاد الحلقة دي واعمل منزلق، الحلقة دي قصاد خلي بالك ان الغرز ده قصاد الغرز، قصاد ايه الغرزة الأخيرة دي مش هعمل هنا، مش هاخد الغرزة بقى اللي في المنتصف دي خالص. خلاص كده انا خلصت التقفيلة بتاع الايه، وارتفع السلسلة واقص الخيط. وطبعا انا بداري، يعني بخفي الخيط ده من هنا ومن هنا، ده خيط البداية وده خيط النهاية اهو كده، بإبرة التنظيف. بعمل إبرة التنظيف كده، مش شرط انك تلضم الاول. وبعدين بلضمها اهو، لضمت كده الابرة بتاعتي اشد كده اهو كده، يبقى انا خفيت الخيط بالشكل ده، واقص السيادة بتاعتي كده اهو. وبرضو هنعمل نفس الطريقة من هنا، المربع التالت من الناحية ده، من ناحية الظهر او الوش اهو، هقفلهم بقى الاتنين مع بعض دول كده، تمام. اجيب خيطي زي ما شفنا كده، واجي هنا عند العمود الاولاني من هنا من التلاتة دول، واخد الباك لوب، الباك لوب بتاع دي والفرنت لوب بتاع دي،
الغرزة الأولانية، يعني الحلقتين اللي جنب بعض اهو في العمودين، واسحب خيطي واعمل سلسلة، وبعدين اخد الحلقتين دول مع بعض. بصوا التشبيك سهل اهو، يعني مش صعب ولا حاجة. بمنزلق اي مقاس بقى تعمليه بالطريقة دي. عملت 4 مربعات في الظهر، اعملي 4 مربعات للوش كده. خلصت، ارتفع سلسلة واقص الخيط بتاعي اهو بالشكل ده كده. انا قفلت الايه الفستان، يعني الصدر بتاع الفستان. عايزين نعمل الكم بقى، فاحنا هنقفل ده كده مع ده، تمام. وهنقفل، هنرجع نقفل برضو الناحية التانية كده، ده مع ده، وهرجع لكم بقى. معايا الفستان بالشكل ده اهو، تمام كده. هنبدأ نعمل الاكمام مع بعض. هعمل ايه؟ هجيب اللون ده، او عايز تختاري اللون ده للاكمام، اي لون انت عاملاه يعني من الالوانات دي، بس انا هستخدم المسترد. فهاجي كده اشد الخيط بتاعي، دول بمثابة عمود، بعدين هعمل عمود كمان، لف الخيط على الإبرة، اشتغل عمود، بعدين سلسلة واحدة، وبعدين عمودين في نفس المكان بالشكل ده، تمام. وبعدين هاجي على غرزة المروحة دي هشتغل فيها عمود، 2 سلسلة، عمودين في نفس المكان كده. كده انا بأسس الكم، كم الفستان. وبعدين بقى هشتغل، عندي دي 3 أعمدة ودول 3 أعمدة، فانا هشتغل هعمل ايه؟ هاجي كده في المنتصف هنا كده، وهشتغل نفس المروحة، عمودين سلسلة عمودين، وهنا في الفراغ ده اشتغل عمودين سلسلة عمودين. يعني انا هشتغل في الفراغ، كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه عمودين سلسلة عمودين. عمودين كل فراغ هيقابلني عمودين سلسلة. هاجي هنا عند الفستانة دي كده، عند المروحة، هعمل برضو نفس اللي عملته، عمودين سلسلة، 2 عمود كمان. هاجي للفستانة المقابلة دي لف الخيط على الإبرة واعمل فيها عمودين، اللي هي عند الكتف، تمام. هنا مروحة وهنا مروحة، اللي هم عند الكتف دول اهو، عمود، 2 سلسلة عمود.
كمان عمود، وفي كل فراغ هيقابلني من الفراغات دي انا هعمل نفس الطريقة، اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود، اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود في كل فراغ لحد ما اوصل للفستانة دي، وهرجع لكم الفستانة اللي تحت هنا كده، وهعمل برضو عمودين سلسلة عمودين بالشكل ده. بعدين هعمل ايه بقى؟ انا كده اسست الكم، هعمل ايه؟ هاجي هنا كده في اول عمود واعمل منزلق اهو، بعدين اعمل كمان منزلقه، هاجي في المنتصف بقى بتاع الايه غرزه المروحه دي، عشان انا هشتغل في سلاسل عمودين سلسله عمودين، هشتغل في الفراغ ده خلاص، مش هشتغل في الفراغات دي، انا هشتغل هنا في كل بتله من البتلات دي، انا هشتغل هنا كده بالشكل ده. كل فراغ هعمل اتنين عمود سلسلة اتنين عمود وكل مرة اخلص هاجي اقفل هنا في اول عمود واعمل منزلقة لحد ما اوصل للمنتصف واشتغل لاخر يعني المقاس الكم المطلوب، ما بتسيبيش منه الا الاسوار، يعني طول الكم المطلوب الفستان ده موديله كمه واسع، الاسوار هي اللي المعصم اللي ضيق من هنا، انا هشتغل الكمام وهاجي اعمل معاكم الاسوار، كل فراغ من الفراغات دي هشتغل فيه، اما عبال ما اجي اقفل هنا كده، اما اجي اقفل هنا هعمل منزلقة كل مرة، كل دور هعمل منزلقة هنا واعمل منزلقة في الغرزة اللي بعدها، واطلع ثلاث سلاسل وابدأ كل دور كده، هعمل نفس النمط ده في الكمام الاتنين وهرجع لكم. طبعا يا حبايبي انا عاملة الفستان ده مقاس صغير، فانا عملت كم، وطبعا احنا بدينا الكم مع بعض، وقلت لكم ان احنا هنشتغل الكم لحد ما نوصل للاسوار، هو مدة الموديل بتاع الفستان الكم بيبقى واسع كده وبيجي على الاسوره وبتبقى ايه بالنظام ده. فهنعمل ايه عشان نعمل تناقص هنا؟ انت بتعملي طول طبعا الكم الفستان اللي انت هتعمليه للطفله بتاعتك او هتعمليه لاي مقاس، تمام؟ طبعا المربعات دي اصغر من المربع اللي انا عملته معاكم، المربع اللي انا عملته معاكم هو زياده دور بس عن المربع ده، لان الفستان ده مقاسه صغير عن المربع اللي عملته معاكم. انت اعملي المربع باي مقاس يعجبك، ثلاث سلاسل بمثابة عمود، وبعدين اعمل عمود، بعدين اروح مش هعمل بقى عمودين، مش هعمل فستونة دي، وبعدين اروح على الفستونة اللي بعدها اعمل عمودين، اللي بعدها هعمل عمودين، اللي بعدها بعمل عمودين، في كل واحدة من دول هعمل اتنين عمود فقط، يعني مش هشتغل في الفراغات اللي ما بين الأعمدة، أنا هشتغل هنا بس. نهيت الكم بالخيط الأبيض، فأنا هعمل كده، هاجي عند الكم بتاعه ومش هعمل منزلقة بالخيط الأبيض، خلاص مش عايزة الخيط الأبيض، أنا هسحب الخيط ده كده تمام، وشدهم كده مع بعض، بعدين اعمل سلسلة، بعدين هعمل غرز حشو بقى في كل غرزة من دول كده، هعمل غرزة حشو كده بالشكل ده، كل غرزة هعمل غرزة حشو واحدة عشان اعمل الاسورة دي بالشكل ده.
هلف على الكم في كل غرزة غرزة حشو واحدة وارجع له ده اهو تمام. هاجي هنا هقفل بمنزلقة واكرر على كل غرزة حشو بقى، هعمل غرزة حشو واحدة في نفس المكان، هعمل غرزة حشو وهشتغل الاسورة بتاعتي بالطول المطلوب، ما فيهاش تزايد ولا تناقص. يعني هعمل يجي 4 ادوار كده ولا 5 وارجع لكم. غرزة حشو واحدة، هعمل كام دور كده وارجع لكم. انا خلصت بقى الكم ونهيته وهقفل الخيط كده. بقى الكمين زي بعض اه، طب بقى كده اه. الموديل ده انا عاملاه 3 سنين تمام، يلبس 2.5 سنين 3 سنين. فعايزين نعمل بقى اللي هنعمل طبعا اللي هنقفل الصدغ ان شاء الله اللي هو الرقبة دي مع بعض، بس هنعمل الاول ايه الجيبة بتاعته، يعني الفستان كده من الجنب ده. فهعمل ايه، هشتغل في المنتصف هنا كده، هشتغل 3 سلاسل بعدين عمودين، بعدين هاجي كده اتخطى المكان ده واجي هنا كده واعمل برضو 3 سلاسل، اعمل عمودين سوري، 3 اعمدة غرزة جراني بالشكل ده تمام. وبعدين اجي هنا في الفراغ ده اعمل غرزة جراني اللي هو 3 اعمدة في الفراغ، انا هشتغل هنا في الفراغ تمام. وهاجي هنا في الفراغ ده هعمل 3 اعمدة هاجي هنا هعمل برضو نفس الكلام 3 اعمدة بعدين هعمل 3 اعمدة بعدين هاجي هنا كده اعمل عمود 2 بعدين هنا برضو عمود 2 سوري مش 2 وهنا 3 اعمدة. انا هشتغل في الفراغات بس، هشتغل في البتلات دي، في البتلات دي بس 3 اعمدة، لكن كل شغلي هنا في الفراغ ده اه. بس اجي عند البتلة اللي ما بين المربع وبشتغل في قلب غرزة المروحة اللي هما في السلسلتين بتوع غرزة المروحة اللي اشتغلناه بالشكل ده. في الفراغات اعمد هنا، باجي هنا برضو بشتغل ايه 3 اعمدة كل ما اجي عند البتلة دي
طبعا مش ما بينها فراغ الا السلسلتين دول، بعمل 3 اعمال. اقفل بمنزلقه بقى في العمود ده كده، وبعدين اجي الفراغ هنا واشتغل نفس الطريقه، 3 اعمده، 3 سلاسل، عمودين، وبعدين اعمل هنا 3 اعمده، هنا 3 اعمده، هشتغل في الفراغات دي كمان دورين وارجع لكم. الوسط يعني انا خلصت الدورين دول، هبدا اعمل بقى الوسط شويه، برتفع سلسلتين، وبعدين في كل غرزه من الغرز دي هعمل نصف عمود كده، نصف عمود كل غرزة هعمل نصف عمود، هعمل دورين نصف عمود او 3 كده وارجع لكم. هنبدأ نعمل كده، عملنا دورين غرز نصف عمود في كل غرزة من دول، غرزة نصف عمود. هعمل ايه؟ هبدأ أسس بقى كده غرزة المروحة، هرتفع 3 سلاسل، وفي نفس المكان هعمل عمود، بعدين سلسلة، بعدين عمودين. كده انا عملت 3 سلاسل وعمود، يبقى مسابة عمودين 2، وهعمل عمود في 3 غرزة، سلسلة، عمودين، سلسلة، عمودين، بالشكل ده. بعدين هسيب غرزتين، وفي 3 غرزة هعمل عمودين، وبعمل عمودين، سلسلة، عمودين، هسيب غرزتين واعمل عمودين، سلسلة، عمودين. هسيب غرزتين، وفي 3 غرزة اخش اعمل عمودين، سلسلة، عمودين. غمضة لآخر الدور وارجع لكم. خلصت اخر الدور، فانا هعمل كده منزلقة، بعدين منزلقة، واجي في المنتصف اللي هو فيه السلسلة ده، واعمل غرزة مروحة اللي هي مكونة من عمودين، سلسلة، عمودين. اول غرزة مروحة هاجي هنا، مش هشتغل هنا بقى، انا هشتغل في المروحة دي على طول، عمودين، سلسلتين، عمودين، سلسلة، عمودين، سوري. فانا هشتغل بقى في الفستان كله، الجيبة بتاعته هنا، هشتغل هنا لحد ما اوصل للطول المطلوب. انا هوصل كده في المكان ده كده في منتصف البتلة دي، لحد ما اوصل للطول المناسب وارجع لكم لطول الفستان. شوفي بقى انت هتعمليه الطول قد ايه واعمليه، انا هعمل الطول المناسب ليا وارجع لكم. ورجعت لكم كده بعد ما عملت الجيبة بتاع الفستان اهي، تمام. غرزة المروحة كده تمام، عايزين بقى ايه نعمل لها كنار كده. هجيب الخيط ده، اللون ده، ابرتي كده تمام. انا خلصت بقى الطول، الفستان ده يلبس 2، فهبدأ كده ارتفع 3 سلاسل، وبعدين اعمل هنا 4 عمود، 3 سلاسل يبقوا 5، 2، 4، 5، ممكن اعملهم 6 اعمده كده. بعدين هاجي هنا كده المكان ده اللي هو ما بين الغرزتين دول، البتله دي والبتله دي، واعمل غرزه منزلقه تمام. وبعدين اروح هنا كده الف الخيط على الابره، واروح هنا اعمل 6 اعمده، 6 اعمده، عملت 6 اعمده، هعمل هنا منزلقه بالشكل ده. بعدين هروح على هنا كده في المنتصف واعمل 6 اعمده، بعمل زي ما تقول كده كنار للفستان،
تمام. هنا 6 أعمدة برضو، 2 3 4 بعدين هنا أعمل منزلق، تمام. فأنا هعمل في المنتصف منزلقة، وهعمل في كل بتلة، في غرزة كل غرزة مروحة من دول 6 أعمدة. معايا الكلوش بتاع الفستان بالشكل ده اهو، تمام. هقفل كده المنزلقة في اول عمود، انا ارتفعته اهو كده، وارتفع السلسلة واقص الخيط بتاعي، جيبة بتاع الفستان اهي، بقت معايا بالشكل ده. عايزين نعمل بقى الرقبة. هنا ابدأ من اي مكان ادخل ابرتي واشد الخيط، وهعمل ارتفع 3 سلاسل بمثابة عمود، وبعدين في كل عمود من دول هعمل عمود. بالشكل ده كل عمود هعمل عمود. هعمل في كل عمود من دول غرزة عمود كده، بس هاجي عند الحاخدة دي كده، تمام. اخر عمود انا عملته اهو في المنتصف، ماشي اه كده، ده اخر عمود. انا مش هعمله مكتمل، انا هعمل كده، اجي كده هنا واعمل، اطلع من 2 وهيبقى معايا 2 على الابرة، الف الخيط على الابرة واروح هنا على اول عمود كده، من هنا من ده، بعدين اعمل اخدهم مع بعض، اعمل كده واخد الثلاثة دول مع بعض، يبقى دول عمود واحد، تمام اهو. بعدين في كل جنب من الجوانب دي هعمل نفس الحركة دي، عمود بالشكل ده، باجي عند الحاخدة دي اللي هما المربعين مش غير مكتمل، وبعدين بروح هنا كده اعمل اخدهم الاتنين مع بعض بالشكل ده، بعدين اشتغل بقى على كل عمود عمود كده. وصلت لاخر الدور، هقفل بمنزلقة كده، بعدين ارتفع سلسلة واحدة وهاجي كده في العمود ده واعمل عمود امامي بالشكل ده، واطلع سلسلة، بعدين عمود خلفي، عمود أمامي في تاني عمود، عمود خلفي، وهلف الدور على الطوق ده كله، عمود أمامي عمود خلفي، لحد ما أوصل لآخر الدور وأرجع لكم. عملت عمود أمامي وعمود خلفي، تمام. هقفل كده في اول عمود كده بمنزلقة، بعدين اطلع سلسلتين، وبعدين اجي كده اعمل فوق العمود الامامي عمود امامي تاني، فوق العمود الخلفي عمود خلفي، يعني ده امامي اعمله امامي كده، عمود امامي عمود خلفي كده، على بقى ايه الصدر كله هشتغل كده، على الصدر كله عمود امامي عمود خلفي، وارجع لكم. خلصت عمود امامي وعمود خلفي كله كده، هقفل وارتفع السلسلة واقص الخيط بتاعي، وبيبقى كده الفستان خلص معايا. عملنا ايه؟ فستان العيد مع بعض. كل سنة وانتم طيبين،
وعملنا التوكة كمان بتاع العيد على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.